السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ معاكم قناة طبخة ومعلومة مع ام تسليم. النهاردة اقدم لكم الليمون بالنعناع، يعني اللي بتشربوه في الكافيهات والمطاعم والحاجات دي. جميل ويعني منعش كده وبيدي حيوية للجسم للكبير والصغير، ويعني سهل خالص، حاجة بسيطة كده مش هتقعد كتير، يعني وصفة سهلة خفيفة قوي قوي هتخلص على طول. ونبتدي اول حاجة معاكم، معايا نعناع، نعناع مغسول كويس. انا عاملاه كده زي يعني ايه، شايلة العود بتاعه واخدة الاخضر اللي فيه. نعناع واربع ليمونات مقشراهم، لازم تقشريهم عشان القشرة دي بتعمل مرارة في طعم الليمون. وبعدين الليمون ده ليه فوائد كتير قوي على الجسم، يعني ليه فوائد كتير قوي، يعني لو قعدت تعدي مننا لبكره مش هقدر اقول يعني فوائده كلها كامله، اكيد هنسى حاجه لان هو ليه فوائد كتير. والنعناع برضو اول حاجه هيبقى معانا نعناع وليمون متقشر وسكر حسب الرغبه، يعني كتير او قليل حسب ما تدوقي الحاجه وتلاقيها ايه مظبوطه. احنا هنعملها لكم بطريقه الكافيهات زي ما قلت يعني في اول الفيديو، والمطاعم بيبقى جميل زي ما بتقعدي تشربيه في المحل ويجيب لك الليمون كده تحس ان هو من فوق كده فيه زي رغاوي كده ولونه اخضر وجميل. ومعانا 2 كوب ميه عاديين سقعانين، ومعانا الخلاط العادي. اول حاجه هناخد حبه نعناع، يعني مش كتير عشان ما يمررش معاكي، حبه هم، ومعاهم 4 ليمونات. هنقسم الليمون عشان ايه ما يقفش في الخلاط، كده كده هيتصفى اهم، متقشرين عشان المرارة بتاعت الليمون. الليمون ده جميل قوي للبشرة، يعني بيديك حيوية كده ونشاط، وبيخليك ايه عايز يعني ايه تكمل اليوم وانت عندك نشاط كده اهو. حطينا 2 كوباية مية شوب، وهنحط السكر، احنا بقى بنحبه مسكر شوية، اللي مش عايز يسكر وبراحته برضه. هشغل بقى الخلاط عليه، هي حاجة كده بسيطة. كده هتصفيه بقى بالمصفى في اي حاجه عندك، شفشه او اي حاجه كده تكون ايه جميل قوي، وصراحه يعني بيديك انتعاش جميل قوي للاطفال، يعني انا ما بنساش الاطفال في اي حاجه بعملها. صفي كويس، وريحته جميلة جميلة قوي، حاجة بسيطة وسهلة كده. يعني لما تبقي قاعدة متضايقة مثلا ودمك محروق او متضايقة من حاجة، تروحي عاملة ليمون بالنعناع وشرباه، هتلاقي نفسك كده خلاص. والسكر برضو حسب بقى، يعني في ناس ما بتحبش السكر كتير، حطي على قدك بس. هيتصفى بقى كده، هو اتصفى خلاص. كده هو خلاص اهو جهز معانا، وبصوا ليه ريم من قدام كده، اللي هي الرغاوي اللي هي فيه كده، انت بتشتري من المحل كده يقول لك اتفضلي هاتي 10 جنيه 15 جنيه اعملي في البيت، وبرده ما تخرجي وعايزه تشربي حاجه اشربيها، ما تحرميش نفسك من حاجه. بس انا بقول لك وصفه كده يعني سهله وبسيطه وسريعه.
ولو عجبتك اعملي لي لايك واشتروا كل في القناه، عشان انا لسه القناه بتاعتي لسه نونو بتبتدي يعني من اول وجديد وكده، وعايزاكم تقفوا جنبي عشان يعني ابقى اقدم احلى واحلى، وان شاء الله جربوه هيعجبكم، وان شاء الله الايام الجايه اعمل لكم حاجات كتير، عصائر بقى واكل وكل حاجه. بس انا بقالي يومين كده عندي النت ضعيف، وكل ما اعمل اصور فيديو بيتمسح من عندي بقى، وكنت زعلانه قوي. وخلاص كده انا خلصت عشان ما ارغيش كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.